أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن افتتاح مركز المطلع الصحي الثاني في ضاحية أن10 يأتي تجسيدا للالتزام الراسخ بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. ولفت الوزير العوضي عقب الافتتاح أن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد من ركائز خطة عمل الوزارة باعتبارها الركيزة الأساسية وخط الدفاع الأول في النظم الصحية. في مشهد يحمل بين طياته أسمى معاني العطاء والتطور، شهدت المنظومة الصحية في الآونة الأخيرة سلسلة من الافتتاحات التي أضاءت المناطق السكنية الجديدة، وها هي اليوم تقف لتعلن عن افتتاح مركز المطلع الصحي الثاني في ضاحية أن10. يأتي افتتاح هذا المستوصف وبطاقة استيعابية لأكثر من 70 عيادة تخصصات تأتي من عيادات الصحة العامة، فيها أكثر من 24 صيدلية أو عيادة، كذلك عيادات التخصصية وهي لأول مرة تفتح في هذه المنطقة، حيث توجد عيادات الأنف والأذن والحنجرة وللعيون والجلدية وأمراض السكر والقدم السكرية والأمراض المزمنة والقلب والكثير من التخصصات سواء الصحة المدرسية والصحة العامة. سلسلة من المشاريع الإنشائية الضخمة سيرفع الستار عنها قريبا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان وصولها إلى كل فرد. وإن شاء الله الأسبوع القادم أو خلال 10 أيام نفتتح المركز أو وحدة غسيل كلى في منطقة صباح الأحمد، هناك مباني جاهزة للافتتاح في منطقة الأحمدي الصحية، إدخال الملف الإلكتروني وأنظمة وأرشفة الانتقال من المرحلة اليدوية إلى نظم المعلومات، كلها تمشي بخطط. هناك الكثير من الخطط، بس قلت اليوم فرصة جميلة نطلع أخواننا المشاهدين على ما تقوم به وزارة الصحة. لدينا ما يقارب 12 مركز في منطقة المطلع، افتتحنا إلى الآن مركزين، مركز يخدم المنطقة طوال فترة أيام الأسبوع و24 على مدار 24 ساعة، والمركز الثاني اللي هو اليوم لله الحمد تم افتتاحه واللي راح يكون يخدم المنطقة من الساعة 7 صباحا للساعة 2 ظهرا. هذا الإنجاز يضاف إلى السجل الحافل بالمشاريع التنموية الصحية ضمن خطة عمل الحكومة 100 يوم والتزامها بتوفير رعاية شاملة وبكفاءة عالية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.